سر إلهي بقى في حاجة تانية، في الموسيقى. موسيقى سر إلهي عاملها واحد صاحبي جدا، كريم عبد الوهاب. كريم عبد الوهاب صاحبي جدا لي، أنا وكريم عبد الوهاب وكريم الحميدي وإيهاب صالح ورامي محسن، إحنا كنا مجموعة نقدر نعتبر نفسنا النهاردة بعد حوالي 20-21 سنة الجيل المؤسس لإذاعة نجوم أف أم. وكان كريم عبد الوهاب واحد من هؤلاء المؤسسين بشكل غير مباشر، كان بيشتغل دايما يعمل لنا الموسيقى بتاعه البرامج بتاعتنا وبتاعه البروموهات وحاجات زي كده. وما كانش شاغل نفسه بالمناسبه، عشان برضه ما كانش شاغل نفسه بالمناسبه على الاطلاق ان هو هياخد فلوس ولا مش هياخد فلوس، هو مبسوط ان احنا كلنا سوا. وكنا بنطلع عين كريم ان احنا كنا نروح له دايما المكتب والاستوديو عنده ونشغله عن المزيكا اللي بيعملها بقى لنجوم ومطربين كبار، ومش رايحين عشان هنقعد نشتغل، احنا كنا بنروح بس يعني نناكف فيه وبعد كده نروح. صح يا كريم ولا انا غلطان؟ كنا بنناكفك جامد يعني، وبالذات كريم الحميدي كان امبراطور المناكفه. كلمني على المزيكا بقى بتاعت سر الهي. بس يعني سر الهي من الحاجات اللي كانت بصراحه سهله وبسيطه. طبعا الفنان الكبير روجينا كان لها امباكت كبير جدا في الانسبيريشن للمزيكا، بس بصراحه مينلي الموضوع كان عند المخرج الجامد جدا رؤوف عبد العزيز. بصراحه هو صديقي وسهل عليا المهمه بشكل رهيب، كانت طلباته محدده جدا وكانت تجاهه واضح من الاول خالص. وعايز اقول لك ان ده بصراحه اسرع مسلسل خلصته في حياتي فعلا. سهل، والله العظيم كان سهل جدا وكان بسيط، والموضوع من كتر ما هو ستريت فورورد انا ما تعبتش فيه خالص. بس الحاجه يعني كنت ببقى قاعد شغال الحاجة ماشية بسيطة وسهلة ولطيفة. يعني هو سبحان الله زي ما بيتقال كده بالبلد، يعني الفتو حلوة صح. الموضوع ماشي سلس جدا، مفيش أي كومبليسيتي خالص في الموضوع، وكانت الوحي كان بينزل بسرعة. عارف في حاجات كده أنت بتشوفها بتبقى أنت حاسس يعني لا المسلسل ده فيه حاجة فشل. عملت له يعني مقطوعة موسيقية واحدة بأكتر من توزيع ولا عملت كذا مقطوعة؟ عملت الاثنين، يعني عملت طبعا تيمة أساسية للمسلسل، ودي كانت ثابتة بلف بيها طول المسلسل. حلو. بس أنا عارف بقى الطمع، يعني كل ما يطلع لي جملة حاططها برضه. ما هو طالما أنت شغال مبسوط فهتلاقي نفسك مفتوحة، فاللي هو يلا. هو سبيشالي كمان بقول لك هو كان رؤوف شغال بطريقة لطيف جدا، وحتى عايز اقول لك ان احنا بعد ما خلصنا الكلام هو رجعني في الحته بتاعت التسليمات، هو برضه انا سلمته بشكل معين كده برضه مختلف عن الطبيعي، يعني خلى الدنيا الورك فلو يبقى اسرع كتير من العادي. فصراحه دي يعني شابوه لرؤوف في الموضوع ده جدا. طبعا انا عايز اقول لك بقى طبعا ان يعني طبعا المنيحه عند نمر انت بتتكلم بقى ان ما فيش حد غريب خالص بقى في كله. انت فاهم الفكره فين؟ فكان الموضوع كله كان لطيف بقى كله على بعضه، يعني حمزه صاحبي انت عارف حمزه صاحبي من زمان بعمل له كل حاجته، ورؤوف صاحبي كمخرج، وتعرفت برضه بالاستاذه روجينا كانت لطيفه جدا في العمل ده، ما كناش نعرف بعض قبل كده فتعرفنا بقينا صحاب جدا ديورينج الشغل يعني. فعارف اللي هو الموضوع كان فاميليار كله يعني. ربنا يوفقك يا كريم، انت تستاهل كل خير. انا هل ينفع اقول يعني ان من ضمن الحاجات اللي انت عملتها لنا مسلسل ولا ما اقولش؟ انت عايز اقول طنط دولت ولا ما طبعا يعني كريم هو اللي مغني تتر طنط دولت، يعني عمل المزيكا وغنى وزي ما كنت بقول حتى قبل ما نبدا نتكلم دلوقتي على الهوا، كريم عمره ما خد مننا فلوس يعني. يلا توكلوا على الله، سير يا نورماندي. فكده هو الموضوع خلي بالك على فكره هي فكره مش فكره فلوس بس برضه قد ما هي فكره انت في حاجات انت تبقى انت يعني في شق فني، يعني ممكن تكون يعني الناس بتاخد عننا فكره مش لطيفه ان احنا بنشتغل عشان نقبض وخلاص. لا انا عايز اقول لك ان انا يعني مثلا السيزون ده سيزون رمضان ده انا عامل سر الهي، عامل موسيقى تصويريه برضه مسلسل المداح، وعامل موسيقى تصويريه لمسلسل الجري. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني لا هو الموضوع مش هو فلوس بس، يعني حاجه بيبقى البادجت فيها عالي، حاجه البادجت فيها 100 جنيه، بس انت بتلاقي نفسك انت حابب ان مبسوط كده. طبعا بالضبط. مبسوط انت دايما تسمع كل خير يا كريم. الفكره برضو بتاعت الموسيقى التصويريه اتاخرت عندي شويه بصراحه، وكسل مني قد انت فاهم طبعا الاغاني بتبقى اسرع، الورك فلو بتاعها اسرع،
والبرودكشن عموما اللي هو محطات طبعا طبعا بيبقى اصعب كتير من الموسيقى التصويريه. الموسيقى التصويريه بتحرق وقت جامد وبتحرق الحان كتير، بس ابقى خارج. بس يعني السنه دي والله اول ما نويت ان انا اعمل كده الحمد لله لقيت كل تاخيره وفي اخيره. احنا كده كسبناك، احنا كده كسبناك والله بجد. اشكرك يا كريم، انت تستاهل دايما كل خير، كل الشكر للملحن والموزع والموسيقار كريم عبد الوهاب. بالمناسبه كريم من الافزاز اللي موجودين حوالين